الانطلاق يتجدد مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا الملتقى، ملتقى الأصايل من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوهبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. فعلى بركة الله ينطلق هذا الشوط بهذه الإثارة المميزة دائما في كافة انطلاقاتها وتحدياتها المثيرة. فمرحبا بكل الحاضرين القادمين من كل حد من وصوب، المنطلقين بآمال كبيرة في هذا المسار، حيث انطلق شوط المحليات الأصايل، شوطنا التاسع. مباشرة نسير إلى مقدمة هذا الشوط مع البداية الأولى، هذه النوعية المطلوبة، وهي نوعية من تتقدم على البداية منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، يقدم لنا نوعية على البداية المركز الثاني في هذه اللحظات وفي هذا المسار. المركز الثاني القادمة هناك الحاكمة حمد بن محمد بن عبيد العامري اللي احتلت المركز الثاني، انتقل إلى المركز الثالث، الوصول والتقدم من المسك عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، خذت المركز الثالث، الدور دور المركز الرابع، والقادمة في هذه اللحظات زعفرانة سعيد بن سليم بالأسود العامري، بين بينما المركز الخامس الغدوم في هذه اللحظات من غازية سالم بن سعيد بن سالم العفاري، بينما المركز السادس الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام، الله يا غزر، وصلت غزر وتقدم شعار بن منينة خليفة بن عبد الله بن منينة الشامسي، بينما المركز السابع هذه هملولة 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 يوم يقول دشت معاهن واسمها هملولة بخيت بن سعيد بن بخيت الاكتبي، بينما المركز السابع القادمة هناك مخيفة مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري، المركز الثامن في هذه اللحظات، ياهو قدوم، ياهي زعف، ياهي شعارات، ياهو زحف في هذا المسار، الله 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 على هذا التحدي. هناك أيضا سمعة 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 القادمة في هذا المسار، يتقدم شعار الشقي سعيد بن يابر ياتي هنا في هذا المسار، بينما المركز التاسع المركز التاسع هناك شواهين محمد بن بطي بن مناخر الخيلي يتقدم في هذه اللحظات، المركز العاشر الوصول والتقدم من غنايم سالم بن محمد بن شميل الراشدي، هكذا النتيجة مستمعين الأفاضل، هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار، المتقدمة في هذا الشوط، شوط المحليات في ميدان الوهبة في عاصمة الميادين. البداية هنا عند أبو علي على مقدمة هذا الشوط، عند أبو علي على الصدارة الأولى الذي يقدم لنا انطلاقة نوعية هنا، شعار دهشة شعار دهشة، وهو راعيها دهشة الذي هناك أيضا تخطف هنا الرموز، تخطف الرموز من كل حد من وصوبة، تتقدم بهذا الشعار منصور بن علي بن سيف بن دري المنصوري، يتقدم في هذا المسار الجميل ويقدم لنا في هذا الشوط نوعية على المقدمة الأولى أهالي الختم، بينما المركز الثاني القادمة المسكة، وصلت المسكة، تسللت المسكة، عامر بن محمد بن عبيد المزروعي اللي احتلت المركز الثاني، بينما المركز الثالث القادمة هناك الحاكمة حمد بن محمد بن عبيد العامري، وصل مع الحاكمة، وهناك هملولة بخيت بن سعيد بن بخيت الكتبه، يا سلام، ياهو شوطة، ياهي تحديات، ياهي انطلاقات في هذا المسار المميز هنا، والانطلاق الجميل، يا سلام يا سلام، الله 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 على هذا التحدي الجميل والانطلاق، وصلت
كانت مخيفة. تقدم شعارك يا بن عمهية المنصوري يقدم لنا مخيفة في هذا المسار. والقادمة غنايم وصلكم بن شميل، تقدم بن شميل وسعيد بن يابر يتقدمون، أهالي زعبيل يتقدمون بانطلاقة هناك سمعة في هذا المسار في هذا هنا التحدي الجميل والانطلاقات المميزة. الله يا سلام لمن ناموس هذا الشوط، والله انه حاير وطاير. الناموس يحتار ما بين العمالقة ما بين الأصايل، هجن الداري والاستقرار دائما في كافة انطلاقاتها. البداية وين؟ الصدارة وين؟ ومقدمة هذا الشوط هي نوعية ما زالت منذ البداية وحتى هذه اللحظات. منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري الذي يقدم لنا نوعية على الصدارة هنا مع المركز الأول. ما سلمت ما سلمت ولا ترضى بالتسليم على المقدمة هنا. الكيلو ونصف الكيلو، الكيلو ونصف الكيلو عن خط نهاية عن ناموس هذا الشوط. هناك أيضا هملولة، هملولة بخيت بن سعيد بن بخيت الاكتبي اللي احتلت المركز الثاني، بينما المركز الثالث القادم المسك، المركز الرابع الحاكمة، المركز الخامس وصلت هناك غزر وتقدمت مخيفة. وهناك أيضا الأسماء الواصلة في هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة والانطلاقات، ولكن الله 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 يا الحاكمة، الله يا الحاكمة. مع البداية الأولى الحاكمة ما زالت هنا في هذا المسار. تقدمت مخيفة، تقدم شعار مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري، ولكن بقيادة هملولة، بقيادة الاكتبي، بقيادة الاكتبي ما بين هملولة ما بين الحاكمة ما بين هملولة والحاكمة ومخيفة، مخيفة هملولة والحاكمة. جولة الأوامر، جولة التحديات المثيرة، ولكن هملولة، هملولة الاكتبية هنا ما زالت على الصدارة، هنا تدفعها سلالة نحو الناموس والانتصار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن أشوف شيء، غنايم بن شميل، غنايم بن شميل بن شميل بن شميل، مخيفة هملولة، هملولة مخيفة، مخيفة. ولكن خلاص هملولة، هملولة هملولة على البداية الأولى، هملولة مع ثلاثة مية متر الأخيرة هنا. يا سلام يا سلام على هذا الاندفاع. هذه هملولة مخيفة تحاول، مخيفة تحاول، مخيفة المنصورية تحاول، ولكن هملولة الاكتبية صامدة 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 هناك المية متر الأخيرة هنا. يا سلام، تهانينا راعي هملولة، تهانينا على هذا المال الطيب، تهانينا على هذا الفوز. هملولة مخيف من سعيد مخيف على اكتبي، والمركز الثاني على المركز الثاني مخيفة مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري، والمركز الثالث وصلت غنايم سالم بن محمد بن شميل الراشدي، والمركز الرابع هناك أيضا سمعة سعيد بن يابر بن محمد، والمركز الخامس كان من نصيب غزر خليفة بن عبد الله بن منينة الشامسي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، 9 دقائق 13 ثانية، 3 أجزاء من الثانية، توقيت هملولة بخيت بن سعيد بن مخيت على اكتبي، فلله درك يا ابو سعيد. بينما المركز الثاني بتوقيت زمني 9 دقائق 13 ثانية، 5 أجزاء من الثانية كان من نصيب مخيفة مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري، قدمت عرض جميل. المركز الثالث 9 دقائق 15 ثانية، 8 أجزاء من الثانية اللي احتلت مع المركز الثالث كان من نصيب غنايم سعيد بن او سالم بن محمد بن شميل الراشدي، فتهانينا والناموس.